خلاله جماهير وعيد على جماهير الزعيم الذي لا يتكلم سوى بلغته بانتصارات افتتح عداد الموسم بدرعه السوبر، وما أحلاها من بطولة وتتويج يتحقق من بوابة النصر والاتحاد. الهلال يستعد لمواجهة النعيم في دوري أبطال آسيا بأفضل صورة ممكنة. الكلاكيت السادس في الكلاسيكو لم يكتب جديد، تتغير البطولات وأفضلية الزعيم تستمر. أبو ظبي تزف الزعيم بطلا لكأس الدرعية للسوبر السعودي في ليلة اكتمل فيها الهلال بدرا. نهائي الأحلام والذهب، كأس الدرعية للسوبر السعودي والموعد بين الكبيرين الهلال والاتحاد، كلاسيكو الكرة السعودية، الزعيم والعميد. الجمهور كان في كامل البهاء في المدرجات باستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، فكل المشاهد كانت توحي بأنها ليلة السوبر والعيد. المباراة لم تعرف الهدوء منذ البداية كعادة الكبار في مثل هكذا مواعيد. جيسوس وغايردو يريدان فك الشفرة سريعا قبل الدخول في حسابات معقدة، فكان للبرتغالي جيسوس ما أراد. البرازيلي مالكوم التقط القفاز وقام بعملية اختراق ناجحة في عمق الدفاع الاتحادي مستفيدا من صناعة صالح الشهري، وهز الشباك هدف مبكر للزعيم بعد مرور 5 دقائق فقط على صافرة البداية. يا هلاليين مالكم إلا مالكم. كريم بنزيما حاول العودة السريعة بهجمة لم يكتب لها النجاح بفضل تدخل المدافع كوليبالي، والكرة تعود من جديد في المنطقة المحرمة للهلال. حمد الله يقوم بالترويض على حدود نقطة الجزاء لأنه تعرض للعرقلة عبر رودي، أكدتها تقنية الفار بضربة جزاء للاتحاد. انبرى لها حمد الله، ولكن بونو كان في التصدي لتعود الكرة لحمد الله الذي أودعها الشباك هدف التعادل والعودة إلى المباراة. قدم عبد الرزاق ويسير. الهلال كاد أن يضيف الثاني في مناسبتين، الأولى بسالم الدوسري عندما أرسل الكرة بطريقته الخاصة والمعيوف يتصدى ببراعة ويبعد الخطر عن مرمى، وفي الثانية سافيتش يسدد فوق العارضة. كريم بنزيما وحمد الله تكفلا بمهمة تهديد مرمى الهلال بتجانس وانسجام كبيرين، إلا أن صلابات ياسين بونو حالت دون تنفيذ مخطط ثنائي الهجوم للعميد. صالح العمري أرسل صاروخية من مسافة بعيدة، ويقظة بونو تسببت في تحويل مسار الكرة خارج إطار المرمى. قائد الهلال سالم الدوسري رفض العودة إلى الاستراحة دون أن يكون الزعيم في المقدمة، توغل بالكرة وسط مدافعي الاتحاد وسدد بقوة هدف ثاني وضع الهلال قريبا من أول ألقاب الموسم. من تمن الهلال سالم، لأن الهلال هو من مع سالم. في الشوط الثاني لم يختلف الحال كثيرا، سطوة هلالية ترجمها ميتشيل بمجهود فردي رائع قبل أن يتلاعب بالدفاع العميد، ولكن محاولته لم يكتب لها النجاح. سافيتش كاد أن يضيف الهدف الثالث بتسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة، ثم هجمة مرتدة سريعة للهلال أنهاها سالم الدوسري داخل الشباك، هدف لم يحتسب بأمر حكم الفيديو المساعد بداعي التسلل. البرازيلي مالكوم عاد من جديد وأضاف الهدف الثالث من عمل فني منسق بينه وبين سافيتش. ثم يأتي دور البديل ناصر الدوسري الذي كرس العقدة الهلالية للاتحاد بالهدف الرابع، مؤكدا الفوز السادس هذا الموسم على العميد بالعلامة الكاملة واللقب الرابع للزعيم في هذه البطولة.